السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نشوف مع بعض ازاي اعمل الكلاش ديتكتيف على النافس وركس. اول حاجة هنا هاجي اقول له ابنت، ابدأ اضيف الشغل بتاعي. تمام، ده ملف ال NWD. طب لو انا عايز ادخل ال NWC اقول له NWC، هيبدأ يظهر لي الشغل هوت. اقول له open، بيقول لي في صورة مش موجودة، بقول له اجنور. دخل معايا الشغل بالشكل دوت. ممكن اقول له كلاش ديتكتيف، هيبدأ يطلع لي حاجة بالشكل دوت. طيب هقول له اد تيست. من ضمن الحاجات الممتازة في النفس وركس ان انا اقدر اعمل كذا تيست بين اكتر من عنصر، وفي اي وقت اقول له رن يروح جايب لي الكلاش على اخر حاجة. يعني لو اتعدل الشغل خلاص بقول له بس وجد لي كلاشات هيجيبها لي. اقول له اتست. طيب انا عايز اعمل كلاش بين ايه؟ وليكن مثلا استراكشر مع الميكانيكال. تمام، الاقي ان هو جايب لي ان هي نو، الكلاش زيرو، النيو زيرو، الاكتف زيرو، الريفيو زيرو، ابروفد زيرو، ريسولفت زيرو. طيب كويس، اقول له انا عايز الاستراكشر كله تمام مع الميكانيكال كله مثلا، او ابدا احدد العناصر. ابدا اقول له مثلا عايز البايب، عايز كذا، عايز كذا. اقول له مثلا الميكانيكال والسبرنكل على سبيل المثال. طيب ابدا الاقي هنا عندي ده السيرفيس، يعني هيعمل السيرفيس كلها. كويس، اللاين ده بختاره لما يكون في اوتوكاد، بختار اللاين. طيب بعد كده البوينت ده بختاره لما يكون في بوينت كلاود، ببدأ اختار بوينت. هو الثلاثة ينفع اختارهم في كل حاجة، بس من خبرة العملية ده بستخدمه في الملفات بتاعت ال NWC وملفات الريفت وهكذا. هنا بستخدمه اغلب غالبا مع الاوتوكاد، هنا بستخدمه مع البوينت كلاود. طيب السيتنج بقى، هل انت عايز كلاش هارد يعني لازم يكونوا خابطين مع بعض، ولا كليرنس تقول له المسافات، ولا دبليكيت تكون حاجة متكررة؟ ولو انت عايز التايب دوت، انت عايز التولرنس يعني المسموح بيه قد ايه؟ تمام، ممكن تقول له لو هي سنتي اسمح بيها عديها. تمام، بتفرق كتير، عدد الكلاشات بيفرق هنا. لذلك في مره قبل كده واحد كان جايب كلاشات مثلا 400، وواحد كان جايب كلاشات 100 لمجرد بس ان هم غيروا في التولرنس هنا. تمام، طيب نبص هنا على التست. هتضيف واحد تاني، وليكن مثلا معماري مع انشائي وهكذا. ممكن تقول له ريسيت اول، هكتب الارقام الاول، او كومباكت اول، او ديليت اول، او ابديت اول. لو في اكتر من واحد تقدر تقول له اعمل ابديت لكلهم مره واحده. طيب الرولز، الرولز يعني ايه؟ تجاهل الكلاش لو هما الاثنين على نفس اللير، دي غالبا برضو في الاوتوكاد. دي لو هما نفس الجروب تجاهلها. ايتم ان ذا سيم فايل، لو الاثنين في نفس الملف. انا بحب اختار دوت لما بكون شغال في الريفت. طيب هقول له سيلكت واقول له ران تيست، يبدا يجيب لي الكلاشات. زي ما انت شايف هو بيعمل زوم وبيخلي الحاجات الانشائي باللون الاخضر والحاجات الام اي بي باللون الاحمر. الايتم رقم 1 بيبقى باللون الاحمر، والرقم الايتم 2 بيبقى باللون الاخضر. طيب ممكن اقول له هايلايت او كلاش، علم لي يعمل لي هايلايت على كل الكلاشات فابقى شايفهم كلهم في المشروع. او انا عايز الكلاش كلاش، كل ما اختار كلاش يبدا يعمل زوم عليه. طيب ممكن اقول له انا عايز ايزوليت، يعني هل انت عايز كل عناصر تختفي ولا بس تبقى بلون خفيف شويه؟ طيب الفيو بوينت عايزها تبقى ابديتد. لو انا عامل فيو بوينت هنشوف هتعمل ازاي دلوقتي. فوكس ان كلاش، في حاجه اسمها انيميت. انيميت يعني ايه؟ يعني لما اتنين من كلاش لكاش اعمل لي في حركه بين الاثنين، زي ما انت شايف في حركه من دول دوت. ده هنا ستيموليشن عايز اشوفه ولا لا. الفيو ان كونتكست اول ولا فايل ولا هوم. هنا بقى بنيجي نقول له الكلاش رقم واحد مثلا، ده النيو. ممكن تقول له لا انا عايز اكتف ان هو لسه شغال، ده ريسولفد، ابروفال، ريسولفد. هنا مثلا خليها ريفيو، هنا مثلا خليها ابروفد. يعني انا موافق على الكلاش ده، انا مش معتبره كلاش على سبيل المثال. مين اللي وافق عليه؟ فلان، لان ممكن اي حد يقول ابروفال وهي ما تكونش صح، فلازم ابقى عارف. تمام، يعني ريفيو ما بيتكلمش فيها، الاكتف ما بيتكلمش فيها، انما اللي موافق على الكلاش ده لازم نعرف هو مين. طب هي في انهي ليفل؟ ده في الدور السكن. طب الجريد بتاعي اهو اللي هو الاكس والواي. الفاونت اتوجد امتى؟ التاريخ بتاعي، هل هو
هارد ولا ولا سوفت. الاساين تو، ايه اساين تو دوت؟ ممكن مثلا كلاش معين اقول له اساين ده المفروض يحل الكلاش ده، واحد اسمه عمر او المعماري او الانشائي او الراجل، يعني حسب الشخص اللي هو المفروض يحل الكلاش دوت. تمام، زي ما انت شايف باتنين انيميت بين الكلاش الاولاني والكلاش التاني، وهنا بيقول لي ريفيو قد ايه، ابروفد قد ايه، ريزولفد قد ايه، بالشكل ده تقدر تقول له ران او ريسيت او كومباكت. ران يبدا يجيب لي ايه الاكتف وايه اللي اتحل وايه اللي ما اتحلش وهكذا. تمام، يعني نيو هو لا واحد بس، ريفيو واحد، الاكتف ده اللي هو موجود من اول مره. هتيجي هنا هتلاقي عندي الكلاشات بيبدا بقى يعمل لي ده في الاستراكشر، في ثيرد فلور، في الفلور، في الفلور، في الفلور، رقم مثال الديتيل، هنا في الميكانيكال، في الضغطات، وهكذا، عشان تعرف المشكله دي موجوده فين بالظبط. تمام، طيب اقدر اعمل مجموعه كلاشات كده واقول له نيو جروب، دي الكلاشات دي كلها مثلا اس تي ار مثلا، او المشكله دي مثلا فيها حاجه معينه اهي، تقدر تسحب حطهم في قلب الجروب بحيث من السهم ده تبدأ تطلع الكلاشات كلها مرة واحدة. ممكن تقول له اعمل رينيو تيست وابدأ تشوف الكلاشات التاني، اعمل فلتر، انا عايز اشوف الكلاشات النن، عايز افلتر بأي حاجة من الفلاتر. تمام، طيب ممكن اقول له انا عايز اعمل كومنت مثلا، طيب خلينا مثلا الكلاش دوت انا عايز اضيف له صورة، ممكن اقول له سيف فيو بوينت، الفيو بوينت ده سيفه لي بحس هو ده اللي انا عايز احتفظ بيه. ممكن تيجي تعمل كلاش يجيب لك مثلا معدوم له روتيت وحاجات زي كده، فانا سيفت. ممكن اعمل كومنت، هات كومنت واقول له مثلا تشيكت الستاتس نيو اكتف ابروفد وهكذا، فده بيساعدني ان انا ارجع للكلاشات، لان ممكن الكلاشات دي ناخدها معانا الاجتماع ونبدا نشوفها مع بعض. طيب دلوقتي انت عايز بقى تطلع ريبورت عن الكلاشات دي كلها، انت ايه العناصر اللي انت عايزها معاك في الكلاشات؟ وعايز الكرنت تيست بس ولا قول تيست؟ ممكن تكون انت عامل كذا تيست، مجرد تقول له اد تيست 1 2 3 يبدا يضيف لك كل التيستات اللي انت عايزها. وتقدر الاعدادات ديت تيجي هنا تقول له انا عايز اعمل اكسبورت للكلاش تيست، بحيث ان انت تاخدها من مشروع لمشروع اخر. طيب عايز تضيفها ك فيو بوينت كصور، هنا هنشوفها دلوقتي مع بعض، ولا ملف اكس ام ال، ولا ملف اتش تي ام ال، ولا ملف تكست، هي افضل حاجه اتش تي ام ال. تمام، طيب قول له فيو روبورت بعد ما نختار فيو بوينت، عمل لي ايه؟ عمل لي فيو بوينت اهوت، وحط لي فيه كل الكلاشات بحيث كل ما اجي على صورة يبدأ يعمل زوم عليها. دي بتبقى مفيدة جدا جدا في الاجتماع، وتقدر تحط صور، وتقدر تحط دايمنشن، وتحط الكلاود، وتحط كل اللي انت عايزه عليه، فدي من افضل الطرق السريعة جدا. طيب انا لو عايز ابعتها بقى للشخص هقول له انا عايز اعملها HTML ورايت ريبورت، هيبدأ يسيفهولي ك HTML. طيب هقول له سيف، هيطلع لي الريبورت بالشكل دوت. زي ما انت شايف تقدر تبعته للاستشاري او المقاول او الاطراف في المشروع، هيلاقي صورة للمشكلة وهيلاقي وصف ليها والوضع بتاعها والتاريخ وموجودة فين وبين انا عنصر وانا عنصر والملف موجود فين وكل حاجة. فده يبقى سهل جدا ان انت تراجعه معاه، بدل ما تبعت له الملف اللي كان تكست مش واضح منه حاجة خالص في الريفت، كان بيقول له الاليمنت اي دي والاليمنت اي دي وخلاص، لا هنا بيبقى فيه تفاصيل ونوع الكلاش موجود فين وهكذا.